بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة. نبتدأ محاضرتنا للكورس الثاني. موضوعنا لهذا اليوم هو Unit Operation 1. هذا الكورس يعتبر مكمل للكورس الأول اللي موضوع الماس ترانسفير أوبريشن. المحاضرة الأولى بUnit Operation 1 هو نأخذ موضوع الأبزوربشن، حيث تتكون المحاضرة الأولى من جزئين. هذا نبتدأ بالجزء الأول وبسم الله الرحمن الرحيم. نبدي في مقدمة بسيطة للأبزوربشن. الأبزوربشن يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة المهمة في الهندسة الكيميائية، حيث له استخدامات عديدة، يدخل في كثير من الصناعات، حيث تسمية الأبزوربشن هو اللي هو الامتصاص، حيث يستخدم بصورة عامة في امتصاص غاز أو تنقية غاز أو غسل غاز من خليط من الغازات من مادتين أو أكثر، حيث أن مبدأ العمل هو عبارة عن عملية تلاصق contact بين هذا الخليط من الغازات الذي يحتوي على مجموعة من الغازات مع سائل. هذا السائل يدعى المذيب. شنو فائدة هذا السائل؟ وشنو ليش يلتصق ويا الخليط من الغازات؟ مبدأ عمله هو عندما يلتصق المذيب مع الخليط من الغازات يقوم بسحب أو امتصاص مادة معينة مطلوبة فصلها عن الخليط من الغازات، حيث هذه المادة يمكن استخدامها مرة ثانية بعد فصلها عن المذيب واستخدام المذيب بعد ذلك مرة ثانية في عمليات أخرى. المهم في هنا هي عبارة عن فصل هذا الخليط هذا الغاز من الخليط من الغازات أو أكثر من مادة مهمة تكون ذو كلفة عالية يتحتم علينا بأنه احنا نستخدمها مرة ثانية، او في بعض الاحيان ليس فقط عملية فصل غاز يراد فصله من هذا الخليط، او عملية تنقية الخليط من الغازات من الشوائب بحيث نسحب الشوائب من الخليط من الغازات بحيث يتنقى هذا الخليط. هي اذا معناتها هو اكثر شيء يستخدم هي عملية فصل. هاي عملية الفصل الظاهرة التي تحدث هي عملية انتقال كتلة، هي diffusion، عملية انتقال كتلة من الغاز إلى السائل اللي هو المذيب. مبدأ العمل مثل ما قلنا ليس فقط فصل غاز من خليط من الغازات، وإنما يستخدم الأبزوربشن بتنقية الغازات من الشوائب والملوثات والمواد أيضا المسممة التي يتعرض لها العوامل المساعدة في أي عملية تحتوي على عوامل مساعدة، بحيث يمكن أن نقوم بفصل الشوائب التي تتكون على سطح العامل المساعد، وبالتالي نحاول نرجع العامل المساعد وننشطه إلى ما كان عليه، أو استرجاع المواد الكيميائية ذات الكلف العالية من الخليط من المواد الكيميائية الغير ضرورية. عملية الفصل أو عملية الامتصاص اللي تصير عن طريق عمليات انتقال الكتلة عندنا نوعين من العمليات. النوع الأول هو الفيزيكال بروسيس، اللي عادة مثال ذلك عملية امتصاص الأسيتون من خليط من الأسيتون والهواء باستخدام الماء كمذيب. النوع الثاني من العمليات تدعى بالكيميكال بروسيس، في بعض الأحيان يدعى بالكيميسوربشن. مثال ذلك عملية امتصاص أكسيد النيتروجين باستخدام المذيب اللي هو الماء لإنتاج حامض النيتريك. نيجي طلاب على الجهاز. جهاز الابزوربشن ليس يتكون من نوع واحد، وانما يتكون من عده انواع. الانواع الموجوده المتوفره تدخل ضمن نطاق الابزوربشن هو التريت تاور، واللي يدعى ايضا بالبليت كولوم، ايضا عندنا الباكت كولوم، عندنا سبراي تاور، عندنا الببل كولوم، وكذلك سنترفيوجال كونتاكترز. احنا راح ناخذ طلاب اول نوعين فقط اللي هو التري تاورز والباك كولوم ضمن هذا الكورس. نتعرف على التري تاور. التري تاور طلاب هو عباره عن جهاز مثل ما نشوفه، جهاز اسطواني عمودي يتكون في داخله على الصواني. هذا هو الموضوع، الصواني الموجوده هنا، هذا هي الصواني اللي موجوده. هذه الصواني تكون على شكل افقي، يتكون في داخل هذه كل صينيه من هذه الصواني عده فتحات. هاي الفتحات شو تسوي؟ شنو فائده هذه الفتحات؟
قبل ما نعرف شو في فائدته المفروض نتعرف ايش راح يدخل بهذا الجهاز وايش راح يطلع منه. اول شيء اهم شيء راح يدخل من اسفل الجهاز الغاز. هذا الغاز هو عباره عن خليط من الغازات من هالجهه احنا المهم من عندنا هنا بانه يحتوي هذا الخليط من الغازات على الغاز المراد فصله. الغاز يدخل من الاسفل ويخرج من الاعلى. اما الليكويد اللي هو عاده السولفنت المذيب يدخل من الاعلى ويخرج من الاسفل. فمن يبدي يشتغل هذا الجهاز من يدخل الغاز من الاسفل او خليط من الغازات اللي يحتوي على الغاز المراد فصله من الاسفل راح يبدي الغاز يصعد. من يبدي يصعد من يدخل يبدي يدخل من الفتحات الموجوده بالصمالي. اوكي من هاي الفتحات. اما السائل المذيب من يبدي يدخل الى الجهاز من الاعلى راح يمشي يتحرك وينزل هكذا. الغاز من يصعد من داخل الفتحات راح تتكون عباره عن فقاعات. وهاي الفقاعات راح تزيد من المساحه السطحيه لعمليه التلامس، راح تصير عمليه تلامس بين الغاز والسائل حسب نوع الفقاعات. اذا كانت الفقاعه صغيره جدا فمعناتها راح تزيد من المساحه السطحيه لعمليه التلامس. عملية التلامس راح يؤدي إلى عملية انتقال الكتلة من الغاز أو الخليط من الغازات إلى السائل، وبالتالي راح ينفصل الغاز المراد فصله من خليط من الغازات. وين يروح؟ يروح إلى السائل، وبالتالي إلى أن ينزل السائل من الأسفل راح ينزل هذا السائل يكون غني بتركيز الغاز المراد فصله من الخليط، وبالتالي راح ينفصل الغاز عن طريق هذا المذيب. المذيب عادة أما يكون اللي هو الليكويد اللي يدخل أما يكون فريش بيور. من أقول فريش بيور معناته أقصد به ما بي نهائيا الغاز المراد فصله من الخليط من الغازات. شو أقصد هنا؟ المذيب عادة يكون سعره غالي، وبالتالي في بعض الأحيان يستعمل لعدة مرات. يعني نقدر نستخدم هذا اللي يطلع من الأسفل لعدة مرات نجي نستعمله، بس لازم أول قبل ما نرجع نستعمله لازم نفصله عن الغاز اللي أنا أريد أفصله. وبالتالي في بعض الأحيان أستخدم جديد أول مرة، حيكون تركيز الغاز اللي أريد أفصله بالسائل صفر. فريش هذا يسموه، هذا الليكويد يسموه فريش. تركيز الغاز المراد فصله من الخليط من الغازات، تركيز الغاز في داخل السائل يكون بالبداية قيمته صفر، بس بعد فترة راح يكون لا، راح يكون نسبة قليلة موجود بالليكويد اللي يدخل بالسولفنت اللي يدخل. بس مهما تكون هذه نسبة الغاز المذاب في السولف تكون قليلة جدا، بس من يطلع من أسفل الجهاز حيكون نسبة الغاز بالأسفل الجهاز يكون نسبته عالية. نسبة الغاز المذاب بالسولف نسبته عالية. أما نجي هنا بالغاز اللي دا يدخل، عادة الغاز اللي دا يدخل عادة شنو تركيز الغاز المراد فصله؟ أول شيء يكون تركيزه هنا، تركيز الغاز المراد فصله ومن هذا الخليط يكون تركيزه عالي. بس كل ما دا يصعد هذا الخليط من الغازات ودا يفقد التركيز من الغاز المراد فصله عن طريق المذيب اللي دا يسحب من عنده الغاز، من دا يطلع هنا هذا الخليط من الغازات دا يطلع بتركيز للغاز اللي اريد افصله تركيزه قليل، لانه التركيز وين راح؟ اخذ الليكويد. وبالتالي التركيز اللي يدخل للغاز يكون اعلى من التركيز اللي دا يطلع من الاعلى. اما التركيز اللي دا يدخل للغاز ضمن السولفنت اما يكون صفر او يكون قليل جدا، بس ولكن التركيز الغاز اللي يطلع بس ويا السولفنت من اسفل الجهاز يكون تركيزه اعلى من اللي يدخل من عنده، لانه هو سحب الغاز اللي موجود بالخليط من الغازات. تستمر العمليه الى ان نوصل الى عمليه الاكوليبريم، الى عمليه التوازن اللي يصير. General Design Consideration، احنا من نريد نصمم جهاز الابزوربشن المفروض ناخذ بنظر الاعتبار الكثير من العوامل. اهم هاي العوامل اللي ناخذها
المفروض احنا يكون عندنا علم ايش قد كميه او معدل جريان الغاز، وايش قد معدل جريان السائل اللي هو المذيب، ايش قد التراكيز، ايش قد درجه الحراره، ايش قد الضغط. كلها المفروض تكون متوفره عندنا. المفروض احنا نعرف ايش قد نسوي عمليه استرجاع، ايش قد نسوي عمليه سحب. المفروض احنا عندنا ايش قد تكون عندنا عمليه امتصاص. المفروض احنا نريد نشغل الجهاز، المفروض احنا نسيطر على الضغط ودرجه الحراره والانخفاض بالضغط المسموح لنا ايش قد، لانه اي غاز اي عمليه فصل يتكون من الغاز والسائل، المفروض عندنا درجة حرارة الفصل ذاك الوقت هو اللي يتحكم بنا في عملية الفصل. المفروض احنا نعرف ايش قد نحاول عندنا عدد صواني تستخدم في داخل الابزوربشن، لانه الصواني هي كلفة. احنا مو نجيب ونصف الصواني في داخل عمود الامتصاص، لانه الصواني هي كلفتها عالية. بالاضافة الى انه ايش قد نحتاج لعملية التسخين او عملية التبريد في داخل الجهاز، نوع الجهاز المستخدم اللي هو اقصد به نوع المعدن المستخدم، طول هذا الجهاز، قطر الجهاز، كل هذه الامور تأخذ بنظر الاعتبار في عملية التصميم كمثل هيجي اجهزة. اما من ناحية عملية استخدام السائل اللي هو المذيب، عادة أكثر شيء يستخدمون الووتر أو زيوت الهيدروكربونز أو المحاليل المتعادلة من الحوامض أو القواعد. طلاب، هسه عندنا اللي هو موضوع المالتيبل كونتاكت ستيج بداية التور. هنا الفاكتور الرئيسي بهاي المحاضرة هو إيجاد عدد الصواني اللي راح نحتاجها في عمليات الفصل. هنالك ثلاث طرق لإيجاد عدد الصواني. الطريقة الأولى هي باستخدام الرسم. نلاحظ هنا مثل ما موجود عندكم الجهاز، مين متكون قلنا؟ من هو عبارة عن جهاز الصواني، متكون من عدة صواني موجودة هنا. هاي الصواني الموجودة هنا قلنا عادة الصواني من اريد ابدي اعد الصواني من الاعلى، يبدي عد الصينية. فاول وحدة الصينية رقم 1 2 3 4 5 الى وصلنا لنفرض الى منتصف اللي هي n small، وراها شي يجي n زائد 1 لان يزداد العدد، n زائد 2 n زائد الى الاخر صينية اللي هي n capital. اذا يبدي من 1 نزولا، يبدأ عدد الصواني، تزداد عدد الصواني إلى آخر صينية اللي هي الآن. قلنا الغاز اللي يدخل من الأسفل، لنفرض بأنه هو اللي يدخل هو الجي اس، هذا الفلورايد مال الغاز. من دي يطلع؟ دي يطلع من الأعلى اللي هو هذا أيضا جي اس. دي يدخل ودي يخرج كفلورايد ثابت، يعني يدخل بفلوريت جي اس ويخرج بفلوريت جي اس. شنو دا يتغير؟ دا يتغير الكونسنتريشن، دا يتغير تركيز الغاز الداخل. تركيز الغاز الداخل هنا بتركيز عالي، بس من يطلع من الاعلى يكون تركيز قليل. تركيز الغاز اللي انا اريد افصله، مو الخليط، تركيز الغاز اللي انا اريد افصله في داخل الخليط. تركيز هذا الغاز في داخل الخليط الداخل هو تركيز عالي، بس من يطلع من الأعلى هو تركيز واطي، لأنه راح يمتص من قبل المنوى، من قبل المذيب. التركيز عادة يرمزوا له بالواي للغازات، بما أنه من الأسفل واي باتوم واي بي. أما التركيز اللي موجود بالأعلى ايضا هو واي، بس شو رمزوا له؟ واي توب، واي توب هنا. فهذا هو التركيز اللي موجود بالاعلى كفلوريت هو الجي اس.
نيجي على الليكويد. بس قبل ما نجي الواي بي اذا نقارنه ويا الواي تي، الواي بي هو اكبر من الواي تي. الواي بي اكبر من الواي تي. الواي بي شنو الواي بي؟ هو اللي هو تركيز الغاز الموجود في الخليط من الغازات بالبوتوم في الاسفل، فالبي هو بوتوم. اما الواي تي هو تركيز الغاز الموجود في الخليط من الغازات الخارج من الاعلى اللي هو التوب، فيسموه واي توب واي تي. نيجي على المذيب. المذيب مثل ما قلنا يدخل من الاعلى، عاده الفلوريت مالته هو ال ال اس، هذا هو الفلوريت مال المذيب. يخرج ايضا هو شنو؟ ال اس. ال اس الداخل هو نفس ال اس الخارج كقيمه عدديه، اما التركيز يختلف. بما انه احنا دا نحكي على ليكويد، اذا التركيز الليكويد هو اكس، تركيز الليكويد الداخل وتركيز الليكويد الخارج اكس، بس الاكس للداخل هو اكس توب، الاكس الخارج هو اكس باتوم. كقيمه عدديه كتركيز الداخل الاكس توب هو اقل من الاكس باتوم، اذا الاكس باتوم اكبر، الاكس باتوم اكبر من الاكس توب. ليش اكبر؟ منين ليش منين جت الزياده؟ وهذا المذيب سوى سحب التركيز مال الغاز الموجود بالخليط من الغازات اخذه وياه، وبالتالي راح يكبر الاكس باتوم. الاكس توب اصغر من الاكس باتوم. فملاحظه مهمه لازم تعرفوها طلاب، الاكس توب والواي توب دائما اصغر من الاكس باتوم والواي باتوم. اذا الباتوم دائما كتراكيز اللي هي في الاسفل تكون عاده اكبر من التراكيز سواء كان غاز او ليكويد موجود بالاعلى. هنا راح نفرض دائما كفلوريت اي رمز للفلوريت راح يجيكم التوب هو نفس البوتوم، وبالتالي سميناه تسميه واحده هو ال اس. نفس الشيء بالنسبه للغاز، جي توب جي بوتوم كفلوريت للاسفل وللعلى هو راح نسمي تسميه واحده اللي هو جي اس، ونفس الشيء بالنسبه للليكويد اللي هو ال اس. من اريد اسوي موازنه طلاب على اي بليته؟ على اي بليته؟ هاي لنفرض راح ناخذ هاي البليته اللي هي الان، هاي البليته الان ما نريد اسوي لها موازنه طلاب، اريد اعرف شنو هي الموازنه. الموازنه كماتيريال بالانس، شنو الداخل وشنو الخارج؟ انا منين داخل؟ شنو الداخل عندي؟ داخل عندي من فوق، فشي دا يجي من الصينيه القبله، بس احنا دا نشتغل على الان. الصينيه القبله هي من هي؟ ان ناقص واحد. الصينية البعدة هي N زائد واحد. الآن الصينية القبلة من هي؟ N ناقص واحد. الصينية بعد الآن هي من هي؟ N زائد واحد. فمن أريد أسوي موازنة على الآن، الداخل للآن الآن يساوي لنا الأوت. شنو دا يدخل للآن؟ دا يدخل لي ليكويد دا يجي من الأعلى من الصينية القبلة اللي هي N ناقص واحد، دا يدخل دا يجي ليكويد دا يدخل الصينية. فإذا هذا الليكويد هذا من هو؟ هذا L N ناقص واحد. وبعد شنو دا يدخل لي؟ دا يدخل لي غاز من الصينية اللي بعده، دا يصعد غاز من هاي الصينية، دا يدخل غاز للصينية الآن اللي هو شنو؟ جي. جي مال من هو؟ مال N زائد واحد. هذا الدخول ليدخل L N ناقص واحد زائدا G N زائد واحد. بس احنا قلنا دائما ال G وال N ما نسميهن، هي ثابتة، فاذا معناتها L S زائدا من و G S. ونفس الشيء بالنسبة هنا لدي يخرج Y من الصينية N، هو نفس الصينية دي يخرج من عندها الغاز ف G S، ونفس الصينية دي يخرج من عندها الليكويد. هذا كتوتال فلوريد. بس من اريد اضرب الكومبوزيشن ويا كل فلوريد، ايش راح يصير عندي؟ هذا من هو؟ قلنا
هذا هذا ده يدخل liquid اللي هو LS. في الكومبوزيشن مالته شنو الكومبوزيشن؟ معطول liquid X. منين جاي؟ من ياسنية X مع ال N ناقص واحد. فإذا ال LS في X N ناقص واحد. نيجي على ال N الثاني اللي هو ده يجي من الصينية مع ال N زائد واحد. هذا ده يصعد وين؟ على ال N اللي أنا داريته. فش راح يصير عندي هنا؟ GS بيش مضروب في الكومبوزيشن مع طول هو غاز مع Y. الواي مال من هو N زائد واحد. شي يساوي لنا الاوت؟ الاوت شنو؟ الاوت الغاز اللي يطلع من الصينية ال N نفسها. اذا معناته جي اس في واي ال N، وعندنا دا يخرج ايضا سائل من نفس الصينية ال اس، معطول سائل هو اكس شنو؟ اكس N. هذا السائل اللي يخرج منه. هذا هو الفصل اللي هو هياته. فاذا قلنا S أو قلنا توب أو قلنا بطن هي نفس الشيء، لأن فرضنا بينه ال S، فصارت هاي المعادلة عندنا بهاي الصيغة، هاي المعادلة الموجودة. إيش راح أسوي هسه بالمعادلة؟ حنعيد ترتيبها، لأن راح أطلع فد معادلة تدعى بالOperating Line Equation. هاي المعادلة شلون أجيبها؟ هنا هو سوى موازنة بين من وبين من؟ بين ال N tray والتوب. يعني من صينية الـ N tray إلى الأعلى، فمن سوى موازنة حصل على هاي المعادلة، حصل على هاي المعادلة. وراها ايش راح يسوي؟ راح ينقل شكو جي اس موجود لطرف واحد، وينقل الـ L شكو موجود بالطرف الثاني، فصارت بهالصيغة. بعدين شو يسوي؟ يقسم هاي المعادلة، يقسمها على جي اس. ورا ما قسمها على جي اس يرجع ينقل الواي توب للطرف الثاني، يبقي الواي ان زائد واحد. فما صارت المعادلة بهالصيغة. وراها شي يقول؟ هذا الحد بي اكس ان وهذا الاكس توب. هنا يقصد بيها هو هذا مبقي كاكس ان، مبقي كاكس. هذا كل شي متوفر عندي، ال ال والجي. الواي توب متوفر عندي، الاكس توب متوفر عندي. يبقي المعادلة بهالصيغة اللي هو واي يساوي لنا معامل اكس زائدا معامل. هاي المعادلة تدعى بالOperating Line Equation. هاي المعادلة في بعض الأحيان يطلبها من عندنا إيجادها. إذا منين نوجدها؟ نوجدها من الـ Overall Material Balance والComposition Material Balance. Overall على كل الجهاز هاي نقدر نوجدها، والسهمية راح نشرحها لاحقا، وراح نرجع نشرحها بالأمثلة بالمحاضرة الجاية. هاي المعادلة تدعى بالOperating Line Equation. من يطلب من عندكم Operating Line Equation لازم نسوي Overall Material Balance ونسوي Composition Material Balance ونرتبها حسب هاي الطريقة، وراح نوجد الOperating Line Equation. هنا اكو رموز اللي هو واي ان زائد واحد حسب المعادلات الموجوده. شخص بالواي ان زائد واحد هو كومبوزيشن، هو تركيز الماده A. وين موجوده هاي الماده A؟ بالغاز فيز اللي راح تترك صينيه ان زائد واحد. اما من اقول الاكس ان هي تركيز او مكونات الماده A، وين موجود؟ بالليكويد فيز اللي راح تدخل صينيه الان زائد واحد. فإذن الان زائد واحد هي رقم الصينية. الان زائد واحد، الان ناقص واحد، هذا رقم الصينية. أما الواي هو شنو؟ هو تركيز الغاز بالغاز فيس. من أقول اكس هو تركيز الغاز بالليكويد فيس. هو نفس الغاز، هو نفس الغاز. غاز اللي أنا أريد أفصله موجود بالغاز فيس بالخليط من الغازات، والغاز اللي أنا فصلته وين موجود؟ بالليكويد فيس الموجود بالمذيب. إذا كان هذا الغاز موجود بالخليط من الغازات، من أريد أقول الكومبوزيشن مالته أرمز له بالواي. من أريد هذا الغاز اللي أنا فصلته موجود بالمذيب بالسولفنت بالليكويد، أقول أرمز له الكومبوزيشن مالته بالإكس. اوكي okay.
هاي الاوفرول بدي احكي عليها. الاوفرول ماتيريال بالانس من اسوي على الجهاز كله الان زائدا الاوت. الان من يجينا ال توب السائل اللي يدخل من الاعلى زائدا جي باتوم اللي هو خليط الغاز اللي يدخل من الاسفل. شي يساوي لنا الاوت ايش يطلع؟ اللي يطلع من عند السائل بالاسفل هو ال باتوم زائدا اللي يطلع الغاز من الاعلى هو شنو؟ هو جي توب. من اسوي كومبوزيشن على هاي المعادله فصارت عندي هذا ال ال توب قلنا هو نفس ال ال باتوم اللي هو نفس ال ال اس فراح ارمز ال ال توب هو شنو؟ ال اس. ال ال توب شنو الكومبوزيشن مال الغاز اللي موجود بالسائل؟ هو اكس توب زائد الجي بي قلنا جي باتوم هو نفس الجي توب هو نفس الجي اس راح نرمز له جي اس. الجي هو غاز وبالتالي من اريد اسوي الكومبوزيشن مالته هو واي. وين موجود؟ واي باتوم لانه جي باتوم واي باتوم. شو يساوي لنا الخارج؟ ال ال باتوم اللي قلنا راح يتحول الى ال اس. ال ال هو سائل معناتها اكس، قلنا باتوم معناتها اكس باتوم زائدا الجي توب هو راح يتحول الى جي اس لان قلنا راح اي اخر ملاحظ راح اقولها جي توب جي باتوم جي اس هي نفس الشيء بس راح نوحد الرموز هو جي اس لانه الفلورايد عاده هو متساوي فما اريد اقول بعد جي توب جي باتوم اقول جي اس وانهي الموضوع. الجي توب هو جي اس بما انه غاز من اريد الكومبوزيشن اضربه في واي بما انه بدي احكي على توب فمعناتها واي توب. ارتب المعادله مثل ما تعلمنا هذه الساعه بالسلايد السابق اخلي جماعه الغاز على صفحة جماعة الليكويد على صفحة أقسم هاي المعادلة على جي اس وبقي فقط من هو الواي. يا واي هنا أبقي دائما قلنا الواي باتوم هنا هاي الواي باتوم والاكس باتوم أشيل البي الباتوم أبقي بدون رموز واي واكس البي أشيله بدون رموز وأنقل الواي توب للطرف الثاني من المعادلة فصارت المعادلة بهاي الصيغة. هاي المعادلة بهاي الصيغة كرموز LS على GS مضروب في X زائد Y توب ناقصا LS على GS في X توب. هذا الحد هو عند الضرورة LS على GS هو A بس مضروب في ال X زائد Y توب ناقصا LS على GS في ال X توب هو شنو؟ B. فالمعادلة لازم أرتبها بهاي الصيغة على مود أحصل على الـ Operating Line Equation. ليش أحصل على الـ Operating Line Equation؟ هسه راح نشرحها بالسلايد الأخ بالسلايد الأخ. احنا كل هذا على مود احنا نريد نحسب عدد الصواني الموجودة في داخل العمود. أوكي طلاب؟ هذا أول معادلة حصلتها. ثاني معادلة نحتاج ما يدعى بالإكوليبريوم ريليشن وإحنا ماخذيها طلاب سابقاً الإكوليبريوم إكويشن اللي ماخذيها سابقاً نقول الواي شي يساوي لنا M في X ماخذيها سابقاً بالكورس الأول في موضوع الديفيوجن. هاي المعادلة اللي هي تدعى بالإكوليبريوم إكويشن أو ريليشن أيضاً راح نستخدم هيك نوع من المعادلات. إذا كم نوع معادلة صار عندنا؟ عندنا صار نوعين. اذا هاي معادلة وهاي معادلة او كم نوع راح نرسم؟ كم لاين راح نرسم؟ two lines. lines جاي يدعى بالoperating line equation وline راح يدعى بالequilibrium line. اذا هسه طلاب راح نبدأ نعرف شلون راح نرسم لإيجاد عدد الصواني لان هاي الطريقة نوجد عدد الصواني باستخدام الرسم. الرسم يحتاج لازم نوفر معادلتين، المعادلة الاولى تدعى بالoperating line equation والمعادلة الثانية تدعى بالequilibrium curve او line. طلاب اخر شيء ورا ما تعلمنا حسبنا المعادلات ووفرنا كل المعلومات بالسؤال نجي هسه المفروض نبدي نرسم. الرسم مالتنا متكون من عدة خطوات. هاي هنا مشروحة بالتفصيل هاي الخطوات. بس هنا راح
راح اشرح على الفيجر اللي راح يجي بالسلايد الاخ، وبالتالي يكون مفهوم. بس اخر نقطه شوفوا، لاحظوا هنا رقم 7 اللي هي the actual number of plates، شو يساوي لنا the theoretical all number of plates على الافشنسي. احنا من راح نطلع هنا، من راح نطلع عدد الصواني الموجوده بالرسم، من راح نطلع عدد الصواني من الرسم، هاي الصواني تدعى بالصواني النظريه. احنا نريد لازم صواني الحقيقيه او العمليه، لازم اقسم على كفاءه الجهاز، اقسم على كفاءه الجهاز، لانه الجهاز هو ما يشتغل عاده 100%، يشتغل بنسبه معينه. ماكو جهاز يشتغل 100%، راح يفصل كل الغاز اللي انا اريد افصله من الخليط بواسطه استخدام المذيب، راح يفصل 100% ككومبوزيشن، وانا يفصل اكثر ما يمكن، وحسب نوع الجهاز وحسب الفاكتورز العوامل اللي راح تاثر على شغلنا، وبالتالي الجهاز يشتغل بكفاءه معينه. راح نحصل على عدد صواني معينه، راح نقسمها من الرسم، راح نقسمها على كفاءه الجهاز، راح تطلع لنا صواني الحقيقيه اللي نحتاجها في هذا العمود من الفصل. نجي هسه شلون راح نوجد عدد الصواني النظريه باستخدام طريقه الرسم. هذا الفيجر الموجود هنا نفس الفيجر، نفس التقسيمات اللي راح اقسمها بالديفيوجن اللي تعلمناها، بانه يتكون من الاكس اكسس والواي اكسس. الاكس اكسس هو المول فراكشن اوف ليكويد فيس، والواي اكسس هو الواي مول فراكشن اوف غاز فيس. معناته تركيز الغاز موجود بالسائل هو الاكس اكسس، وتركيز الغاز الموجود بالخليط من الغازات بالطور الغازي هو الواي اكسس. قلنا احنا لازم نوفر شنو؟ نوفر معادلتين. المعادلة الأولى تدعى بالإكوليبريوم لاين. الإكوليبريوم لاين حسب ما احنا تعلمناها سابقا تعطى على شكل نوعين، الإكوليبريوم لاين أو كيرف، بس هنا راح يشتغل لاين. اللاين راح يطيع على شكل نوعين، أما هو بالسؤال أو بالمواضع يعطينيها على شكل ديتا، هو يعطينا الإكس والواي على شكل ديتا، على شكل جدول، هذا خير على خير. إذا أعطانا إياها X و Y كاملة، فإحنا بس نجي نعينها بالفيجر، أو يعطينا إياها على شكل معادلة مثل ما تعلمناها. المعادلة اللي يعطينا إياها عادة يعطينا إياها Y function of X، فلازم شو نسوي؟ نبدي نفرض X، راح نوجد منه Y، أيضا راح يتكون على شكل جدول. وبالتالي من يتكون عندي جدول راح نبدي نرسم، قلنا لاين، فهذا هو اللاين، هذا يدعى شنو؟ إكوليبريوم لاين. تجي من المعادلة قلنا أما شكل جدول إكس واي يعطينا إياها، أو يعطينا إياها كمعادلة الواي يساوي لنا إم في إكس. هذا الإم يعطينا إياه، ومهم ضروري راح ناخذه بالجزء الثاني من المحاضرة. راح نبدي نفرض الإكس، إيش راح يطلع لنا؟ Y. راح نسوي جدول بين X و Y وراح نوجد ونرسم، أو هو أصلا يعطينا ال X وال Y مباشرة ونبدأ نرسم، هذا أسهل. فقلنا الإكوليبريوم لاين راح تكون على نوعين، أما يعطينا على شكل جدول مباشرة أو يعطينا على شكل معادلة، نفرض X نوجد Y. هاي المعادلة الأولى أو اللاين الأول. اللاين الثاني اللي هو أيضا مهم جدا، مين يتكون أو ايش يدعى؟ يدعى بالأوبريتنج لاين. ايش يدعى؟ أوبريتنج لاين. هذا الأوبريتنج لاين طلاب يتكون أو يرسم من نقطتين فقط. الأوبريتنج لاين يتكون من نقطتين فقط. شنو هاي النقطتين؟ النقطة الأولى هي مين متكونة؟ لنفرض وهي اكو نوعين، فرضا هنا هاي راح تتكون، هذا مين راح تتكون؟ هاي النقطة B. شنو إحداثياتها؟ إحداثياتها عادة X top Y top. إذا النقطة B
ما تتكون، ما نقدر نعينها هنا اذا ما عندنا الاكس توب والواي توب. احنا لازم نوفر الاكس توب والواي توب، راح يرسم. النقطة الثانية اللي هي من هي اللي هي اللي نفرض كيو. هاي الكيو شنو احداثياتها؟ احداثياتها اكس بوتوم واي بوتوم. اذا لازم اني من اريد اعين هذني النقطتين لازم اني اعرف ايش قد قيم الكومبوزيشن اللي هي الاكس توب اكس بوتوم واي توب واي بوتوم. وعرفنا احنا شنو معناتها الاكس توب واي توب والاكس بوتوم واي بوتوم اللي هي الكومبوزيشن مال الغاز، الكومبوزيشن مال الغاز. بس وين؟ من اقول اكس معناتها الكومبوزيشن مال الغاز بالليكويد فيس بالمذيب، من اقول واي معناتها الكومبوزيشن مال الغاز وين؟ بالخليط من الغازات. والتي والبي عرفنا اللي هو التوب والبطم. اذا اني ما اقدر اعين اذن النقطتين اذا ما اعرف ايش قد قيم الاكس والواي. من عينت النقطتين راح ابدي ارسم اوصل هذين النقطتين وصلتهم. اوكي زين، اكو ملاحظه مهمه جدا اللي هي عند نقطه بي. نقطه بي احتمال تكون هنا يعني مو عند الصفر، او احتمال تكون هنا. ليش؟ ايش وقت تكون هنا وايش وقت تكون هنا؟ هنا تكون معناتها شنو؟ معناتها هذا الصفر منو؟ منو هذا الصفر؟ معناتها الاكس توب صفر. ايش وقت يكون الاكس توب صفر؟ فتقع النقطة هنا ونكمل الخط اللي هنا. وايش وقت الاكس توب ما يكون صفر؟ فمعناتها يقع هنا. الاكس توب من يكون صفر معناتها من يقول لي بالسؤال السولفنت المذيب فريش او بيور، شخص مثل ما قلنا الملاحظه السابقه الفريش او بيور معناتها ما يحتوي على كومبوزيشن من الغاز اللي اريد افصله بعد السولفنت جديد. معناتها قيمه الاكس توب اللي هو كومبوزيشن مال الغاز اللي راح امتصه بالمذيب ماكو، ما عندي غاز جديد بعد السولفنت، فمعناتها قيمة الاكس توب صفر. من يقول لي بالسؤال اكس بيور او من يقول لي السؤال بيور ليكويد او فريش ليكويد، معناتها الاكس تي رأسا اكتبه يساوي لنا صفر، فاحتاج على النقطة بي هنا. اذا يعطيني اياه بالسؤال يقول لي السولفنت يحتوي على نسبة من الغاز، فمعناتها اكو قيمة للاكس توب قيمة صغيرة. ومثل ما قلنا سابقا الملاحظة عيد وكررها، لاحظت بأنه قلنا قيمة التوب سواء كان X أو Y أصغر من قيمة البطم، وهذا دليل بأنه نلاحظ بأنه هنا X توب والY توب يرسم هنا قيمة أصغر من X بطم Y بطم. أوكي طلاب، ورما رسمنا وصلنا النقطتين بين الـ P والـ Q، هذا تكون عندي هذا يدعى شنو؟ هذا يدعى بالـ Operating لاين. هذا الاوبريتنج لاين. هاي تكون عندي شنو؟ تكون عندي المعادلتين. خلصنا بس اخر جزء شلون راح نبدي نحسب عدد الصواني. من نقطة كيو عدد الصواني نبدي بها من نقطة كيو ننزل عمود الى الاكوليبريم لاين. عمودي عدل على الاكوليبريم لاين، وراها من هاي النقطة التقاطع ويا الاكوليبريم لاين ناخذ شنو؟ ناخذ عادة الشيء افقي، وراها ننزل عمودي، وراها افقي، وراها ننزل عمودي، وراها افقي. لوين نتوقف؟ الاحظ اذا كانت هاي النقطة اللي هنا اتوقف. كل مثلث اتوقف الى نقطة بي. كل مثلث هاي اول صيني، هذا المثلث هذا رقم 2 هذا رقم 3. ايش وقت تنحسب اخر وحده عندما وصلنا البي؟ الاحظ بانه هنا في داخل بين الخطين المساحه اكبر من اللي متبقي، فاعتبرها. في بعض الاحيان تكون المتبقي قليل مقارنه مع اللي راح الى يكمل المثلث، فليش تنهمل. اذا حسب هذا الرسم لاحظت بانه ثلاث مثلثات تكونت، كل مثلث يدعى بالستيج، كل مثلث يدعى بالستيج اللي هي الصينية.
إذا كم number of stage عندي؟ إذا number of stage of tray أو stage إيش قد عندي هنا؟ ثلاثة. هاي شنية؟ هاي theoretical طلاب، هاي theoretical، هاي عدد الصواني النظرية ثلاثة. إذا حصلت من الرسم عدد الصواني النظرية، من أريد الأكتوال، الأكتوال شلون أحسبها؟ ثلاثة تقسيم الكفاءة. الكفاءة عادة يعطينيها بالسؤال أو أجدها هسه بالجزء الثاني من المحاضرة. لنفرض الكفاءة الجهاز 60% يعني 0.6، بصير ثلاثة تقسيم 0.6. سوري ما ينكتب. فأقسم 3 على 0.6 راح يطلع لي الهال العدد الصواني، فثلاثة تقسيم 0.6 يطلع عدد الصواني العملية، فهذا يدعى بالactual number of tray. إذن معناته شلون أطلع عدد الصواني الحقيقية؟ عدد الصواني النظرية أقسمها على كفاءة الجهاز فتطلع لي عدد الصواني الحقيقية اللي أنا المفروض أستخدمها في عملية الفصل. ها هي الطريقة لحساب عدد الصواني بطريقة الرسم. بهذا السلايد يكون قد انهينا محاضرتنا لهذا الجزء، لهذه الطريقة الأولى لحساب عدد الصواني. إن شاء الله بالجزء الثاني راح نأخذ طريقتين ثانية لحساب عدد الصواني. أستودعكم الله.